ما هو المستقبل؟ يقولون الآن ينبغي أن نكون ذوي بعد في النظر، العالم يخطط إلى 50 سنة، ينبغي أن يكون هناك تخطيط مستقبلي. نحن نتكلم عن هذا الآن، ما هو المستقبل؟ المسلم عنده نظرة مستقبلية بعيدة، يخطط لـ50 سنة، لـ10 سنوات، لـ5 سنوات، للأشهر، نعم، لكنه أيضا يخطط إلى ما لا نهاية، لملايين السنين التي لا تنقضي، التي الموت ما هو إلا انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى فيها. فالمستقبل بالنسبة للمؤمن ليس السنوات القليلة التي يعيشها في الدنيا، المستقبل بالنسبة للمؤمن نظرة بعيدة.